السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا إثبات سحب جديد للموقع اللي قدامنا ده. الموقع الحد الأدنى 500 ساتوشي للسحب. موقع ممتاز جدا يا شباب، أنا شغال عليه وسحبت منه يمكن 3 أو 4 مرات، وبيشتغل على محفظة فوسيت بلي يا شباب. زي ما انتم شايفين المواقع دي بحب أشتغل عليها، بجمع منها أرباح كويسة زي ما انتم شايفين كده. ده كان الفوسيت او المواقع اللي زي دي يا شباب. الحد الادنى ضعيف جدا، والمحفظه دي بتقدر تحول منها على البير، يعني ساحب هنا 100 150 او 105 ألف، كان 110 وبتاخد العموله 5000، وبقى كده 105 ألف يا شباب، والمحفظه بتحول لك على البير. بتحول ازاي؟ بتيجي تخش مثلا هنا على الديبوزيت في اي عمله انت عايز تحولها تكون موجوده على المحفظه، بتخش على كلمه ديبوزيت وبتاخد العنوان ده يا شباب من هنا، بتدوس هنا كده كوبي، وبعد كده بتخش على المحفظة بالشكل ده، وبتيجي على كلمة اعدادات الاول من هنا. هو يا شباب بتحط هنا عنوان محفظة البير اللي انت عايز تسحب عليها اي عملة، بيتكوين او الليتكوين او الاثيريوم، دوك كوين، ما فيش دوك كوين في البير، وبتعمل حفظ. بعد ما بتعمل حفظ يا شباب تقدر تسحب عادي خالص على اي، بتيجي الاول تحط عنوان المحفظه يعني هو بالشكل ده، وبتختار من هنا العمله مثلا لو البيتكوين، بحط عنوان محفظه البيتكوين وتعمل حفظ، الحفظ معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده بتيجي للويز دروم للسحب، وبتيجي هنا بتحط المبلغ بتاعك، بيبقى موجود هنا زي ما انتم شايفين كده. لو انت عايز تسحبه كله بيقول لك هنا بياخد عموله 4000، ونزل العموله كمان كانت 5 بقت 4 كويس. وهنا لو انت عايز السحب يوصل لك على طول بياخد 7000 عموله، فخليك في اللي هو ايه ال 5000 كده. كده السحب بيوصل هياخد حوالي 10 ساعات 8 ساعات زي ما ياخد، بس السحب هيوصل. وبعد كده بتعمل ويز دروم، بتحط هنا المبلغ وبتعمل ويز دروم، السحب بيوصلك على المحفظه على طول بعديها بفتره. تمام، هنرجع تاني للمحفظه بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين ده كله تجميع، وهعمل لكم اثبات سحب دلوقتي. الفيديو ده كنا عملنا احنا فيديو اهو للموقع، لو رجعنا تاني كده هتلاقيه ترتيبه اهو يا شباب، تاني صف هتلاقي الفيديو اهو، موقع لربح عمله البيتكوين مجاني، اثبات سحب، ذات اثبات سحب. تمام كده يا شباب، هنخش بقى على الموقع. طبعا طريقه التسجيل من هنا سهله جدا، بنحط هنا الاسم وهنا الايميل وهنا الباسورد، وهنا بنختار الجنسيه ذكر او انثى، وهنا بنختار البلد، وبعد كده بنحط عنوان البيتكوين بتاع محفظه الفوسيت بلاي، بنخش برضو على المحفظه بالشكل دوت، وبنيجي من هنا تاني كلمه بعد اللي قبل الويز دي روم، وبنيجي هنا ناخد العنوان ده يا شباب بالشكل ده كده اهوت، ناخد العنوان ده كوبي، وبنرجع تاني على الموقع بنحط العنوان هنا، ونحل الكباتشا ونعلم على الشروط ونعمل تسجيل كده ايه بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول من هنا يا شباب، بنحط الاسم والباسورد ونحل الكباتشا، وبعد كده يا شباب بنعمل تسجيل دخول. هيقول لك هنا ثانك يو او بيرحب بيك. ده ما انتم شايفين في حسابي يا شباب هنا كام؟ 807 ساتوشي، كله مجمعه من هنا يا شباب. يعني انت عندك في كذا طريقه للربح، هتخش هنا هتلاقي دي اول طريقه اللي احنا عليها دلوقتي، دي كل 5 دقائق بتتجدد، وكمان بتعلي الليفل بتاعك لما بتوصل، بيقول لك هنا تعمل 392 والليفل بتاعك بيزيد، الارباح هنا بتزيد، يعني كل ما بتعملها. هو هنوريكم دلوقتي اول طريقه للربح هي دي، تاني طريقه بيبقى الفوسيت الضغط ايه، مفيش فوسيت عندي خلصت، بيجيب لك مجموعه فوسيت بتخطاها بتحصل على برضو مبالغ منها، وهنا في ضغط على الاعلانات برضو خلصت عندي. وبعد كده في هنا بيقول لك تنزل متصفح دوت وتسطبه عندك وتشتغل عليه او تخليه عندك على الجهاز لمده 30 يوم، بعد كده بتبعت لهم الرابط هنا اهوت، بيدوك 10000 ساتوشي مكافاه. تمام، دي كده طرق الربح من الموقع. هنيجي هنا كمان كلمه الليفر دي يا شباب، لو دوسنا هنا على النجمه دي هتلاقي هنا الحساب بتاعك، كل ما بتضغط على اللي قلت لكم عليها اللي هي في الاول ديت المكافئات، بيزيد الليفل بتاعك لحد ما يوصل اخر واحد اللي هو 10 كده، اعلى ليفل في الموقع، بيديك بقى ايه نسبه عاليه جدا في الربح بتاعك. تمام، كل ما بتعمل واحده بتزيد. هنرجع بقى تاني او نعمل اللي هي المكافاه دي نحصل عليها. كل اللي عليك يا شباب بتعملوا ايه، بتدوسوا هنا كده تحل الكباتشه،
وانت وحظك في يطلع لك اي حاجه من دول، اسلك على البسكليتة. السحب فوري على طول على المحفظه يا شباب اهو، اندوس بقى المطالبه زي ما انتوا شايفين اهو، جالي 6 ساتوشي، مره جالي ال 12 ومره جالي كان هنا 15 في الاول قبل ما اوصل الليفل الثاني جالي 15. خدوا بالكم هنا من الليفل بقى هنا 92، هنعمل ريفريش بقى 91. كل ما بتعمل والليفل بتاعك بيزيد كل ما بتحصل على ايه؟ الليفل بتاعك بيعلى. تمام، انا عندي هنا 813 ساتوشي، هنخش على ويز دروم وهنقول له اه هسحب على الفوسيت بلاي، هيقول له حط المبلغ، هقول له 813 واعمل ويز دروم الحد الادنى 1000. زي ما انتم شايفين يا شباب اشتغلنا على الموقع لما وصلنا 1014 ساتوشي، وهنعمل اثبات سحب من الموقع. قلنا نشتغل على ديت، على المكافأة ديت كل 5 دقايق، وبعد كده نوصل ل1000 ونسحب. الموقع كان بيدفع من 500، جيت اسحب على 500 لقيته رفع ل1000، بس اهم حاجه يكون بيدفع. حتى لو طالما بيدفع مش مشكله، عندنا 500 1000، اهم حاجه يكون ايه بيدفع. عشان كنت فاتح الموقع فتره طويله ما رضيش يحسبها لي. يا شباب اداني 7.5 ساتوشي، 27 سنت. هنخش على ويز روم يا شباب كده، الاول نشوف الرصيد بتاعنا كام، نعمل ريفريش اهو 1022 ساتوشي. حط يا شباب هنا 1000 وهنعمل طلب سحب اهو يا شباب. السحب كده وصل، هنخش على المحفظة ونعمل ريفريش. زي ما انتم شايفين عندي 1000، عندي 10379 بقى 11415. وادي السحب اهو يا شباب 1022 ساتوشي. وبكده يا شباب الموقع لسه صادق وبيدفع. وبكده يكون انتهيت من الشرح، استغلوا الموقع ده يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.